هاي صبر اه ديالو ماشي دعوه ديال الخير ما حبسوها شويه غنبقى الكريمون نحيما ان شاء الله شكرا بما نصليو الظهر ان شاء الله شكرا لك الحاج ياك الحاج حاج شكرا لك حاج خصنا حنا نصليو الظهر الفرد الفرد جنازه خصنا صلاه الجنازه الفرد هو الواجب نعم قول انت عارف الظهر رساله داك الشيء ها هو الحاج قلت لكم فيه هذاك وقعنا هو اللي جمعنا هذا هو اللي جمعنا هذا هو اللي جمعنا هذا كان هذا ضحايا فاجعة سيد خدير الأب والزوجة ديالو اللي تم التسكية ديالهم من طرف الإب ديالو اللي كيقولوا واللي أجمع يعني الجيران والأصحاب كاملين وحتى العائلة أنه يعاني من اضطرابات نفسية واضطرابات عقلية. لقيت من منين ماتت الام ديالو ومنين تخلات عنه الزوجه ديالو. حنا لا مبرر للقتل كيف ما كنقولوا دائما ما كاينينش مبررات للقتل، ولكن كندقوا ناقوس الخطر اقولها واعيدها، ندقوا ناقوس الخطر هاد الناس اللي كيعانيوا اضطرابات نفسيه وعقليه. ماشي المكان ديالهم هو البيت او بين العائله ديالهم، لان بزاف العائلات بزاف الامهات والاباء يعني كيتصلوا بينا وكيقول لك راه الابن ديالي مختل عقلي، راه دار لي راه هرس لي الدار، راه ضربني، راه يعني كنتمناو ان المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار هاد الناس ويخليوهمش مع العائلات ديالهم المكان ديالهم. ان لله وانا اليه راجعون، لله ما اعطى ولله ما اخذ، رحمه الله على المسلمين جميعا. السلام عليكم الاخوان، السلام عليكم ورحمه الله. اللهم امين و الله بزاف ما عرفتيش ما يا ترى Thank you.
Thank you.